أهلا وسهلا بكم إلى موجز الأهم الأنباء من قناة النبأ الأخبارية. أعلنت غرفة عمليات تحرير جدابية سيطرتها الكاملة على منطقة الحي الصناعي جنوبي المدينة بمساندة بعض سرايا الدفاع عن بنغازي. وأكد عبد الله المغربي أحد أعضاء غرفة تحرير جدابية لقناة النبأ سيطرة قوات الغرفة على سكنات تابعة لميليشيات حفتر في منطقة النهر جنوبي المدينة بمساندة سرايا الدفاع عن بنغازي، وأكد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات حفتر دون الإشارة إلى أعدادهم. وأضاف المغربي أن قوات الغرفة تمكنت من غنم دبابة وعدد من الآليات والمدرعات العسكرية من ميليشيات حفتر. قال رئيس المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أحمد هدية لقناة النبأ أن شخصين من أفراد العملية أصيبا في انفجار سيارة مفخخة نتيجة لغم أرضي قبل وصولها لهدفها. وأكد هدية أن محاور قتال سرت شهدت هدوءا أن قواتهم تحافظ على مواقعها وتمركزاتها. هذا وكان المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص قال أن 10 شهداء سقطوا في انفجار سيارة مفخخة استهدف مقر مركز شرطة بوغري. قالت المتحدثة باسم البنتاغون ميشيل بالدانسا أن حكومة بلادها لن تقدم مساعدة عسكرية للمجلس الرئاسي المقترح رغم ما وصفته بالتقدم المشجع الذي حققته من قالت أنهم قواته في سرت. وقالت بالدانسا لموقع USA Today أن الحكومة المقترحة لم تحصل على التوافق من قبل ما وصفتها بالمجلسات المسلحة داخل البلاد. وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن الحكومة لم تطلب أي مساعدة عسكرية من بلادها وبالتالي فلن تعرض عليها ذلك. ثمن الاتحاد الأوروبي تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع للقرار الذي يسمح لعملية صوفية الأوروبية في البحر المتوسط لعب دور أكبر في تنفيذ قرار حظر السلاح على ليبيا. وجاء هذا الموقف من خلال بيان صدر عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني. وقالت موغريني في بيان لها أن هذا القرار يعكس دعم المجتمع الدولي للعمل الذي تقوم به أوروبا من أجل جعل منطقة المتوسط منطقة آمنة للجميع وللبيين بشكل خاص. شكرا لكم على المتابعة ودمتم في أمان الله.